السلام عليكم. تحسبا للمقابلات الودية اللي راه سوف يقوم بها الفريق الوطني أمام فريق نيجيريا وفريق غينيا، قام والي ولاية وهران بزيارة ومعاينة لمركب ميلود هاتفي، وتفقد حيث تفقد الملعب وخاصة الأرضية تاع الميدان تاع العشب الطبيعي. والحقيقة الأرضية كانت في أحسن ما يرام، وكذلك تفقد كل الترتيبات اللي سوف تأخذها الجهات الأمنية لضمان أمن وسلامة كل يعني المتفرجين، ويعني تنظيم كل يعني المراحل نتاع المقابلات هذه حسب المتطلبات نتاع الفيفا، يعني من ليغليسيال دو سيكوريتي ولي يعني اوقات نتاع دخول المتفرجين، اوقات خروجهم والتذاكر الى ما الى ذلك، كل ما يتطلبه الامر من الترتيبات لي يعني باش تكون المقابلات هذه في احسن الظروف. نترككم مع نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم.